سوليا حمزة يتهجمون على قمر الطائي شهدوا المزيد من التفاصيل. تعرضت قمر الطائي بالأمس لهجوم من طرف أقرب أصدقائها ياسو وليا حمزة، والسبب الهجوم على قمر إنه هي أعلنت إنه هي راح تنزل بوست جديد لترد عليها أقرب صديقتها ياسو بستوري علقت عليه إنه هي مستغربة من الناس كيف عم ينشروا أشياءهم التافهة وتركين الموضوع اللي صار بسوريا. وأكملت ياسو هجومها على قمر الطائي بإنه في ناس ما بيستهلوا الأرقام اللي عندهم. وكمان ليا حمزة ردت على قمر الطائي بنفس أسلوب ياسو، حيث نشرت ستوري علقت عليه بي صح إنه الحياة بدها تستمر بس أنتوا ناشطين وعندكم ملايين، مو وقت أبدا تفكروا بس بمصلحتكم، استخدموا قوتكم على السوشيال ميديا لعمل الخير. وهذا الشيء اللي خلى قمر الطائي ترد على ياسو وليا حمزة بستوري، كمان علقت عليه بي اللي بينشر ستوريات يتفلسفون روحوا شوفوا نفسكم بالأول، منافقين عايشين حياتكم طبيعي بس قدام العالم على أساس زعلانين، واللي بيقول مو مهم شغلك ورزقك، اذا انتو فاشلين وما عندكم شغل هاي مو مشكلتي. رأيكم بخصوص هذا؟